بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي إن إحنا نحول رسمة مرسومة في الأوتوكاد دي دبليو جي إلى صورة جي بي جي أو بي إن جي. أنا عندي زي ما شايفين رسمة موجودة، والرسمة دي أنا عايزة أحولها لصورة. أحولها إزاي؟ هاجي أروح على فايل من هنا، وبعدين أقول له بلوت، تمام؟ وهاجي عند برينتر بلوتر، في هنا نيم، هفتح السهم ده كده. عندي هنا اهي publish to web jpg، تمام؟ او ان انا بعمل publish to web png.bc3 زي ما انا عايز. فاحنا هنخليها jpg بالشكل ده كده. وعندي هنا البيبر سايز بيديني احجامها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا هختار اول واحده، ممكن تختاروا اي حاجه، انا هختار اول واحده بالشكل ده كده، تمام؟ وبعدين هاجي عند بلوت اريا، هنا هقول له ويندو، واختار الرسمه بتاعتي كلها بالشكل ده كده، تمام؟ واخليها فيت تو بيبر. لو انا مش عايزه اعملها فيت تو بيبر، باجي اشيل الصح ده واختار السكيل اللي انا عايزه اعمله، تمام؟ انا هخليها فيت تو بيبر، واخليها زي ما هي لاندسكيب، تمام؟ واخليها سنتر ذا بلوت، واجي اقول له بريفيو. هنشوفها مع بعض. ادي الرسمه لما تيجي تتعمل لي جي بي جي. هاجي بقى اقول له بلوت، بدوس عليها من هنا كده اهو بالشكل ده كده. هنا هسيب الرسمه فين؟ على جهاز الكمبيوتر. هاجي اقول له على الدي، وهخليها زي ما هي بنفس الاسم ده، وهقول له سيف. كده بيحملها لي. خلاص هو خلص. هنروح نشوفها مع بعض. هنيجي نشوف الرسمة مع بعض على الدي زي ما انا حطيتها، وادي الاسم بتاعها اهو زي ما احنا شايفين كده. هدوس عليها دبل كليك، اتفتحت لي الصورة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ لو انا دوست عليها بيمين الماوس وقلت له بروبرتيز، هنا هيديني اهي جي بي جي فايل. طيب لو انا عايزاها بي ان جي هعمل نفس الكلام، هروح على فايل وبعدين بلوت، وبعدين اختار اخر واحده هنا اهي، وبرده البيبر سايز اخترت اول واحده. عندي هنا ببلش تو ويب بي ان جي اللي انا اخترتها، وادي البيبر سايز، وبعدين ويندو، واعمل ويندو للرسمه كلها بالشكل ده كده، واخلي الحاجات الثانيه زي ما هي، واجي اقول له سنتر ذا بلوت، وبعدين بريفيو. ادي شكلها، وهنا هتسيف لي بي ان جي، هقول له بلوت، واجي اقول له سيف. سيف هذه زي ما احنا شايفين. هنروح نشوفها. عندي هنا جي بي جي اهي زي ما احنا شايفين، ودي بي ان جي. هاجي افتحها كده، بقى سيف لي الرسمه او حفظ لي الرسمه بي ان جي. لو انا جيت دوست بيمين الماوس وقلت له بروبرتيز، اهي بي ان جي فايل. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نحفظ ملف على شكل صوره من برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.